السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض برنامج اسمه وسام بالبيم. البرنامج ده قوي وممتاز في موضوع فتح ملفات الـ IFC، ممكن تكون في مشاكل في الـ IFC يبدأ يحلها وهكذا. طيب الواجهة هي سهلة خالص، ممكن لو أنت عندك مشروع اشتغلت فيه قبل كده تقول له براوز، تبدأ تفتح الملف بتاعك هيبقى تزاده CUBE، أو تقول له امبورت IFC 4 أو IFC 2 في 3. ده هو IFC في 1 2 3 4، اخر حاجه نزلت 4. اقول له براوزر تختار ملف IFC، عندي IFC و IFC بيبقى مضغوط بس. اقول له انا عايز المكان اللي تشيل بقى فيه الملفات، خلينا ندور على ملف كده نفتحه. اقول لكم مثلا الملف دوت او المول بيبدأ يعمل امبورت للملف. في برامج كتيرة جدا بتفتح الـ IFC وتتعامل معاه وأغلبها مجاني، ده البرنامج ده مش مجاني بس ليه مزايا أخرى. ده المكان بتاع الشغل اهوت، وهنا بتلاقي الاوبجكت ده مثلا الرام، دي خصائص بتاعت الرام، الاوبجكت كلاس والاوبجكت تايب وتاج، هتلاقي حاجات خاصة بالاريا، ده العنصر دوت، السايت، السبيس، الكولوم، كل حاجة بتبدأ تعمل عليها سيلكت هو بيبدأ يجيب لك اللون بتاعها. تقدر تقول له كوبي ليه، تقدر تقول له عايز اعمل ايديت للعنصر دوت، هيبدأ يجيب لك المعلومات بتاعته. لو عندك اكتر من موديل فتقدر تقول له موديل فلتر وتبدأ تخفي بعض المودلز، تقدر تعمل ميرج لاكتر من IFC في نفس الوقت. تقدر تقول له انا عايز مثلا اصدر شغل الاي اف سي، فيقول لك عايز تصدره اكسبورت اي اف سي ولا اوبجكت كلاس ولا فيو بورد. تقدر تصدر كاكسل تمام المعلومات اللي موجوده في قلب الملف دوت. خلينا نصدره على الديسكتوب مثلا، اقول له اكس، اقول له سيف، اقول له افتح لي ملف الاكسل، فيبدأ يفتحه لي بالشكل دوت. البيلدينج اليمنت، البيلدينج ستوري، الكولوم، الكيرتن وول، الدور وهكذا. طبعا ده يساعدك لو انت عايز تعمل حصر بسهولة جدا، تقدر تيجي تاخد المعلومات دي وتعمل حصر زي ما انت عايز. دي كل الويندو اهوت، ما خدش منه ثواني عشان يعمل لنا حصر كل العناصر دي. وفي بي سي اف، ايه بي سي اف مانجر ديت؟ بي سي اف ديت بيبقى ملف فيه التعليقات، او فيه بدل ما انت مثلا كل شويه تبعت له ملف كبير هو يكتب عليه كومنتات ويبعت لك ملف تاني، او يبعت لك بس الكومنتات والانوتيشن على الملف ده، فتقدر تعمل الدراج ودروب للملف البي سي اف وتبدا تظهر لك التعليقات والكومنتات بشكل ده. هنا ممكن تقول له ريلود لل 3D، هنا المفروض في كل الكومنتات والتعليقات على ملف البي سي اف. هنا ده تقدر تعمل رود ليه، تقدر تعمل ريسيت ال 3D فيو، تقدر تشوفه من كل الاتجاهات، مثلا ده من ناحيه الرايت، ده من ناحيه الليفت، ده من ناحيه التوب فيو وهكذا. ده تصميم الامور كنت عامله كده في قدر. تقدر تشوف بقى السناب شوت موجوده، تقدر تعمل تقيس من حاجة لحاجة مثلا، اهو تقدر تقيس مثلا من هنا لهنا، من هنا لهنا، بيديك بعض القدرات على ان انت تحط المعلومة بتاعتك، وممكن تقول له مثلا حاجة معينة كذا، ممكن تقول له ازريت للـ